الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، وهو ميناء تأسس منذ أكثر من 27 سنة في مدينة العاشر من رمضان في المدينة الصناعية الثالثة. احنا دلوقتي قدام الميناء بنصور ليكم الميناء، وشركة تابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات، ودي منطقة الصناعات الصغيرة أو المصانع الصغيرة بطريق الروبيكي المقابلة لمقابر العاشر من رمضان. ده قدام الميناء. طبعا الميناء ميناء كبير جدا بيخدم على مدينة العاشر من رمضان. لايك وشير لفيديوهاتنا مصر الحضارة. سلام رمضان، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. كنا النهاردة في جولة كده في المدينة الصناعية الثالثة، وقلنا نصور قدام الميناء البري أو ميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، اللي هو خلف شركة سيراميكا كليوباترا، وقريب من طريق إسماعيلية الصحراوي ب2 كيلو، ومقابل للمقابر بتاعة العاشر من رمضان في الاتجاه ده كده. المقابر حوالي 500 متر بالظبط، ومطاحن الغلال بتاعة العاشر اللي هي هناك دي اللي الكاميرا عليها دلوقتي. الميناء ده بيخدم على مدينة العاشر من رمضان لأن فيها شركات ومصانع كبيرة جدا. كل دي منطقة صناعية صغيرة تم إنشائها منذ 10 سنوات فقط لا غير، هي والمصانع اللي جنب الجمرك، مصانع 250 متر، والإيجارات فيها بتبدأ من 20,000 جنيه وأنت طالع لفوق كإيجار مصانع يعني الصغيرة. هنمشي معاكم في الجولة في المدينة الصناعية الثالثة في اتجاه شركة سايبس وإيديال والنساجون الشرقيون في المدينة الصناعية الثالثة، وشركة وردة تكس، ومجموعة شركات كبيرة جدا في المنطقة دي. طبعا الطريق اليمين دوت بيوديك على الشركات النساجون الشرقيون، حوالي 5 مصانع في المنطقة ديت، ويوديك على مصنع دكتور أوليفي. احنا دخلنا من هنا من الاتجاه ده اللي هو الشارع القديم اللي هو فيه شركة سايبس اللي هي على ايدنا الشمال باللون الأزرق اللي جاي دي، أبيض واليافطة بتاعتها زرقاء، شركة سايبس بتاعت البويات. طبعا مدينة العاشر من رمضان من أكبر أو أكبر مدينة صناعية في مصر. طبعا بنصور الفيديوهات دي على مصر الحضارة ليه يا جماعة؟ طبعا دي دعاية لمدينة العاشر. في ناس مهتمة بالصناعات، في ناس مهتمة عايز يتعرف على المدينة لكن عمره ما دخل المدينة الصناعية التالتة، لكن يعرف يشوف الدنيا ماشية ازاي، ممكن يشوف كده بعينه المجردة يعرف الدنيا ماشية ازاي. طيب الناس اللي متابعينا وحبايبنا لايك وشير لفيديوهاتنا. دي شركة الذرة على ايدنا اليمين هنا كده، وبعد منها شركة هاي فود اللي هي بتاعت البسكوتات، وفي مصنع على ايدنا الشمال جاي لدكتور جريش، وهاي فود جاي على اليمين. طبعا الامتداد ده كله على ايدك اليمين، تمشي حوالي 1.5 كيلو، دول كلهم شركات على ايدك اليمين كده. دخلت 1.5 كيلو او كيلو مثلا عشان نكون ما بنبالغش. هنا على الناصية دي شركة هاي فود بتاعت البسكوت، الشارع ده ماشي كده على طول حوالي 500 متر بيقسم على الشارع اللي انا قلت لكم مش هندخل منه. دي هاي فود زي ما انتم شايفين كده بالظبط، مقابل ليها في شركة لدكتور جريش على ايدك الشمال مقابل ليها. طبعا نمشي معاكم كده بالكاميرا لحد ما نوصل الأردنية، هنطلع من هنا ونعدي على ميديستار مصر وإيديال بتاعت الأجهزة المنزلية، وندخل على شركة حلال اللي هي بتاعة اللحوم، ونعدي من قدام عرفة والنساجون الشاريون انترناشونال، ومن تحت كوبري التالت. دي الشارع ده اللي بيوصلك بيربط ما بين شركة سايبس والميناء الجاف بتاع العاشر من رمضان والمقابر بتاعت العاشر، ويوصلك من هنا اخره كده يوصلك عند كوبري دكتور جريش اللي هو بتاع المدينة الصناعية التالتة، اللي هو عنده شركة دكتور جريش وشركة فريش وعرفة مول. وادي المصانع هنا، بحاول اجيب بالكاميرا يعني على قد ما اقدر. طبعا هو فيديو تعريفي وايجي بلس دايت، فيديو تعريفي لمدينة العاشر من رمضان للناس اللي ما تعرفهاش، تاخد فكرة عنها. ناس شغالة في العاشر وما تعرفش الخريطة بتاعتها ماشية ازاي، على الاقل بتكون خدت فكرة عن المدينة. الشركات دي الجنبات دي فيها المادة الخام بتاعة الإزاز، ده مطحن اسمه سافيتو مطحن،
المدينة الصناعية الثالثة، ودي من أكبر مدن الصناعية في مدينة العاشر من رمضان. في المدينة الأولى والثانية والثالثة بتتنوع فيها المدينة الصناعية، بتلاقي فيها شركة مصر الحجاز، شركة الشركات الكبيرة يعني، شركة إيديال، شركة ماد ستار مصر، المطحن ده عندك حوالي 5 مصانع للسجون الشاليمون، شركة هاي باك وسي باك برضو، دي منشقة من هاي باك اللي هي اليمين دي، وعندك شركة وردة تكس ومجموعة شركات ملابس كتير في المنطقة دي، شركة دكتور أوليفي اللي هي بتاعت الزيتون. يعني أنا بتكلم مصانع كتير جدا أنا مش حافظهم الصراحة، يعني أنا لفيت فيها كلها بس مش حافظ الشركات. يعني مجموعة شركات كتيرة، أنت لو مشيت في المدينة الصناعية التالتة دي تتكلم على مصر الحجاز، تتكلم على إيه يا ربي، اللهم صل على محمد، هانويل، اتكلم على السويدي، مجموعة شركات مش شركة. ده الشارع عند شركة هايباك، دايما الحتة دي تلاقي العجل ده واقف فيها كده بالظبط، اللي بيسافر يروح ليبيا تلاقي العجل راكن يمين وشمال وانت تمشي في فردة واحدة بس. المصانع يا جماعة كلها فيها ما شاء الله فيها فرص عمل كبيرة جدا، ودي فايدة وميزة المدن الصناعية الجديدة. انت ما بتسكن فيها، لو ابنك في دراسة وبيروح الجامعة 2 يوم في الأسبوع ممكن باقي الأيام بيشتغل في أي شركة من الشركات دي. طب لو انت في الصيف بتشتغل، ابنك بيشتغل، طيب انت ممكن تشتغل شغل وتخلص تروح بيتك توصل الساعة 3 تتغدى وتشتغل شغل تاني بعد الساعة 5. دي ميزة ان انت تسكن في مدينة العاشر من رمضان. واللي معرفش مدينة العاشر، هي مدينة تتوسط طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، بينها وبين القاهرة حوالي 50 متر أو 60 متر، 60 كيلومتر، بينها وبين العبور حوالي 30 كيلومتر، بينها وبين بلبيس 20 كيلومتر، بينها وبين الزقازيق حوالي 60 كيلومتر، بينها وبين الإسماعيلية حوالي 60 كيلومتر، بينها وبين السويس حوالي 120 كيلومتر. مدينة موقعها متوسط جدا، التربة بتاعتها مستوية بالنسبة للأرض السكنية، مميزة، سطح مستوي، تقسيم جميل جدا فوق الخيال. على ايدنا اليمين هنا شركة ميد ستار مصر بتاعت منتجات البلاستيك اللي جاية دي، هنكمل معاكم واحنا ماشيين. على ايدنا الشمال هنا شركة ايديال، وادي على اليمين هنا ميد ستار مصر في المنطقة دي. يعني لايك وشير يا جماعة الفيديوهات، واللي عايز اي طلب واي تصوير في مدينة العاشر يطلب في الكومنتات ويقول عايزين نصور. في ناس طلبوا مننا نصور الحي 24 و22 والحي 25، هنصورهم ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع يكونوا اتصوروا، وهننزل الفيديوهات بتاعتهم، هنقسمهم يعني، هنخلي كل حي له فيديو خاص بيه على اساس ان احنا نقدر نخدم عليه ونظهر الخدمات اللي موجودة في الحي. طبعا دي بتكون خدمة لكل الناس اللي هم لهم اراضي في العاشر ولسه ما سكنوش، او الناس اللي لها اراضي في العاشر وما يعرفوهاش فين، لسه ما بنوش فيها. يعني في ناس بتيجي على المصنع بتاعها في المكان اللي هي فيه ويخلص شغل يروح على بيته، ممكن يكون هنا في الشارع ده وما يعرفش المصنع اللي جنبيه ليه، وبينزل قدام المصنع، يدخل المصنع، يطلع يركب الاتوبيس يمشي من قدام المصنع. ودي شركة بسات بتاعت الاجهزة المنزلية، على ايدك اليمين في الشارع ده وانت كده يمينك حوالي 5 شركات للشركات موكيتماك والنساجون. في وشك هناك ده الهنجر اللي هناك ده والكرفان ده مصنع دكتور اوليفي بتاع الزيتون. على ايدك الشمال اللي على الناصية ده شركة ايديال بتاعت الاجهزة المنزلية. كده احنا بينا وبين كوبري دكتور جريش حوالي 3 كيلو بالظبط. ماشيين معاكم بالكاميرا، كنا بنصور ده مصنع ايديال. طبعا انا كنت اتمنى ادخل في كل شوارع المدينه الصناعيه الثالثه بس مش هيكفيني وقت والله، لكن هو عباره عن فيديو تعريفي للمدينه كده من الخارج يعني، او الظواهر بتاعتها بتاعت المدينه.
للي ما عرفهاش او اللي عايز يتعرف عليها. ندخل من هنا كده، فضلنا شوية بالظبط كيلو بالظبط. دكتور جريش بتاع الإزاز وشركة فريش إلكتريك للأجهزة المنزلية بتاعت البوتاجازات، ومصر كافيه، ومصر الحجاز، ومتحدة للزيوت والمنظفات، وشركات كتير قوي قوي يعني فوق الخيال والله. لو مشيت أسبوعين وربنا ما تخلص الشركات دي. المنطقة اللي على الشمال دي أنا دخلتها قبل كده، مليانة فيها ناس فوق الخيال وفوق الوصف. تابعونا على مصر الحضارة، سلام رمضان، ولايك وشير لفيديوهاتنا. احنا شركة استيراد وتصدير وتخليص جمارك وشحن دولي، وبنعمل فيديوهات دي تثقيفية وخدمية للقناة وللمشاهدين والجمهور بتاعنا. هذه منطقة البنوك اللي هي مقابل حديقة القفراوي، في مجموعة بنوك كبيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده مصنع حلال اللي هو بتاع اللحوم، اللحوم المجمدة، والنساجون خد مصنع في المنطقة ديت على ايدك الشمال هنا كده، انترناشونال كمان بعد الناصية اللي جاية على ايدك الشمال النساجون، والمصرية للزجاج المسطح على ايدك الشمال الشارع اللي جاي شمال ده، على ايدك اليمين ده يدخلك في اتجاه دوار العاشر من رمضان، وهي شركة مصر الحجاز وشركة السويدي، وتفضل ماشي لحد ما تلاقي سيراميكا الامراء وفريش مصنع السخانات في الكيلو 73. المنطقة اللي جاية على اليمين دي كلها مصانع، كل ده طبعا المدينة الصناعية الثالثة. تابعونا يا جماعة ولايك وشير للفيديوهات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزين دعمكم للقناة. هو ممكن الفيديو ده في حد ياخده، ده دكتور جريش بتاع إزاز، حد ياخده يقول ايه الفايدة منه؟ لا، في فايدة كبيرة جدا. اللي معرفش المدينة بيعرف المدينة، على الأقل بتعرف المدينة. يعني انت ممكن انت عن طريق الفيديو، في ناس انا ساعات بروح 6 اكتوبر في شغل هناك في مصنع معين، ممكن انا لو شفت فيديو المصنع ده طريقه منين جاي منين بعرف التضاريس والخريطة بتاعت المدينة ماشية عاملة ازاي. الطريق اللي جاي من ده اللي يوديك على مصر الحجاز، وعرف امور ومول ومصر للطيران، ومجموعة المصانع اللي هنا اللي في المدينة الصناعية الثالثة اللي هي المقابل لطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي في اتجاه مدينة الاسماعيلية كده. احنا الكوبري ده هو اول كوبري وانت جاي من طريق الاسماعيلية، وانت جاي من الاسماعيلية في اتجاه العاشر او في اتجاه القاهرة، ده اول كوبري بيقابلك. طبعا بعد التوسعة كان فردتين بقى 4 اتجاهات دلوقتي، 2 رايح و2 جاي ما شاء الله، يعني مساحة كبيرة ولكن على ضغط قوي، محتاج اشارات مرور في المنطقة ديت. وهنا طريق اسماعيلية ميكروباص اسماعيلية في المنطقة دي، الناس بتعدي من الاتجاه التاني الاتجاه ده على رجليها عشان تركب ميكروباص اسماعيلية. احنا بنطالب المسؤولين والسيد رئيس الجهاز ان هو ينقل الموقف اسماعيلية داخل الموقف في العاشر من رمضان. العربيات دي بتحمل بتروح تدخل جوه المدينة الأردنية هناك زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا كده داخلين على النص دي حديقة القفراوي. الحديقة دي حوالي ما يقارب من 35 فدان. الحديقة دي عبارة عن شجر ولكن تم إهمالها، وكان إنشاءها المهندس حسب الله القفراوي حينما أنشأ أو أسس مدينة العاشر من رمضان. دي البوابة الرئيسية من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي اتجاه مصر إسماعيلية الصحراوي. هنا حديقة الكفراوي على يميني، ولو دخلت يمين بعد حديقة الكفراوي بيدخلني المدينة الصناعية التانية. طيب لو طولت قدام شوية بيديني نادي الرواد ومجمع البنوك على يدنا اليمين، تلاقي مجمع البنوك اللي هو الساي بي والعربي والبنك الأفريقي وبنك قطر ومجموعة بنوك، يعني أنا طبعا مش متذكر كل البنوك، وجمعية مستثمرين العاشر من رمضان في الشارع اللي جاي ده على اليمين. كل اللي على الشمال ده أرض فاضية لحد جهاز العاشر من رمضان، أكتر من 100 فدان.
توصل لحد طريق بلبيس، ولكن تم تقسيمها وهتتوزع اكيد اراضي او فلل الله اعلم. مكملين معاكم في مصر الحضارة. المكان ده بيكون فيه كمين بالليل، يعتبر مدخل المدينة هنا عند اخر حديقة الكفراوي واول الصينية اللي بتدخلك على اليمين المدينة الصناعية التانية، ولو دخلت شمال بتوصلك لحد قوات الامن العاشر من رمضان والنساجون القديمة وشركة الفلتس للبويات على ايدك الشمال. هنا على اليمين بتدخل عند كادبوري وبي تي ام ومجموعة مصانع كتير قوي جدا جدا. هو الطريق ده، ده الطريق ده كده على النص، ده كل ده مجمع البنوك سيبيا اهوت على النص، وهناك مجمعية مستثمرين العاشر من رمضان. طبعا اللي عايز يجي مجمع البنوك ده بيركب خط 2 او خط 3 وينزل قدامهم، واللي عايز يدخل المدينة الصناعية التانية بيركب خط 2، اللي عايز يروح المدينة الصناعية التالتة بيركب خط 3. خط 1 بيدخلك المدينة ويدخلك المدينة الصناعية الأولى اللي هي عند الكير هاوس. ده كل ده مجمع البنوك على إيدنا اليمين، بعد منه التأمين بتاع العاشر أو مستشفى التأمين العاشر من رمضان القديم، لايك وشير لفيديوهاتنا. بحبكم في الله. مصر الحضارة، سلام رمضان. احنا كده قربنا من الأردنية، معانا 3 دقايق. الطريق ده بتاع مدخل خط 2 أو مدخلك المدينة الصناعية التانية، وعلى نصيته هنا على ايدك الشمال نادي الرواد من الأندية الكبيرة في العاشر من رمضان، يعتبر النادي رقم 2 في العاشر من رمضان، أندية محترمة جدا. والمبنى اللي هناك ده اللي هو مستشفى التأمين العاشر من رمضان، المبنى الكبير اللي جاي ده. على ايدك الشمال هتلاقي المجاورة 9 ومجاورة 2 ومجاورة 4 على ايدنا الشمال. على ايدك اليمين هتلاقي ادي هنا عند المطب ده مستشفى التأمين العاشر من رمضان، ثم حديقة كده صغيرة يعني مثلا مسافة تمشي قصادها حوالي دقيقة، ثم بعد كده تلاقي مول الدوحة، ثم بعد كده بتدخل على الأردنية. احنا كده في الاتجاه الأردنية. الأردنية دي هي اسمها كده، ده نسبة الموقف القديم، أول موقف اتعمل في مدينة العاشر من رمضان، بيخرج برا المدينة، بيقولوا عليه الأردنية، وأصبح سوق تجاري كبير جدا، كل مولات تجارية، وده اللي الدولة بتتجه إن هي تشغل المولات دي وتقضي على المحلات المفتوحة في البيوت الأهالي. نتمنى إن هما يقننوا الوضع للأهالي. على إيدك اليمين هنا مول الدوحة، على إيدك الشمال مجاورة 2 مجاورة 4. نقول الإيجارات هنا بتبدأ من 3000 لحد 5000 جنيه على إيدك الشمال. تابعونا على مصر الحضارة ولايك وشير لفيديوهاتنا. كده وصلنا الأردنية، هنا كده عند مكتبة الإسكندرية وقصر ثقافة العاشر. أحبكم في الله. تابعونا على اليوتيوب مصر الحضارة، سلام رمضان، هتلاقوا كله جديد. ولايك وشير لفيديوهاتنا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.